السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة لبنى ماهر، مرحبا بكم في القناة على فيديو جديد. إن شاء الله فيديو اليوم خاص بهاد العصير هذا اللي كيجي أكثر من رائع، كيجي منعش. فلما تفكرنا لافوكا فكنتخيلوا الحليب وكنتخيلوا عصير ثقيل، فاليوم إن شاء الله بالافوكا غادي نحضروا واحد العصير بدون حليب وكيجي منعش جدا. حتى بالنسبة لشهر رمضان كيجي ولا أروع في الفطور وفي الأيام العادية كذلك. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات او المقادير، فعندي هنايا اول حاجه حبه ديال الليمون الحامض او السيترونه على هذا الشكل هذا، عندي حبه ديال لافوكا، فانا استعملت هنا غير لافوكا هكا متوسطه في الحجم، ممكن انكم ديروا حبه كبيره، وعندي حبه ديال الموز او البنان على هذا الشكل هذا. كذلك عندي سكر سنيده او السكر حبيبات دائما على حساب الذوق، وعندي واحد الاترو او لا هكا واحد لتر ديال الماء بارد مزيان مزيان. صافي غادي ندوزو ان شاء الله للمراحل. بالنسبه للسكر ممكن انكم تعوضوه بالعسل على حساب الذوق، فغادي ندوزو ان شاء الله للمراحل. هنا بالنسبه لاول مرحله فغادي ناخذ هذا الليمون الحامض وغادي نعصرو، فغادي نحتاج غير هذا الماء ديالو للداخل. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، حاولوا فمني غادي نعصروا وغادي نحيدوا كاع دوك العظيمات ديالو. صافي انا جبت هنايا طحانه وحضرت ليها هاد الدور هذا اللي كنعصروا به. صافي غادي نعصر هنايا الليمون الحامض وغادي ندوزو للمراحل الاخرين اللي باقي. كيف ما شفتوا معايا هنا العصير ديال الليمون الحامض راني عصرته هنايا، وبالنسبه لهاد البقايا ديال الحامض ما ترميوهمش، يعني استغلوهم، فحاولوا انكم تحكوا هاد القشره فوقانيه تخليوها هكا باش تنسموا بها شي حاجه، اولا تقطعوا غير هذيك القشره فوقانيه الصفراء رقيقه وديروهم هكا في بلاستيكه وديروهم في المجمد، فكينفعونا هكا في الوقت اللي ما كيكونش الحامض موجود. فغادي ندوز هنايا غادي هكايا غادي نخوي هاد لافوكا. كيف ما قلت لكم ممكن انكم تستعملوا نتوما حبه كبيره، انا حليت حبه كبيره صراحه، جربتها هي الاولى ولقيتها ما زويناش من الداخل ديالها، اضطريت انني نستعمل هذه شويه هكا متوسطه. صافي غادي نخويها على هذا الشكل، هنا غادي نضيفو هذا البنان. فبالنسبه للافوكا دائما كنتخيلوا الافوكا والحليب، فشي حاجه اللي كتجي صراحه ثقيله، وحتى بالنسبه لشهر رمضان الحليب فكيجي شويه ثقيل في العصائر، فهكا نحاولوا نديروا عصائر منعشه تكون احسن. هنا غادي ندوز باش غادي نضيف سكر سنيده دائما على حساب الذوق. وغادي نضيف عليهم الماء اللي كيكون بارد مزيان احسن. هنا غادي نضيف الكميه ديال الماء غير قليله، دائما بالنسبه للعصائر باش يطحنوا لكم هذوك الفواكه مزيان اولا الفواكه والخضر، فندير واحد الكميه غير قليله حتى نطحنهم مزيان مزيان، وعاد غادي نبدا نضيف في الماء تدريجيا حتى نوصل للقوام اللي انا بغيت. بعد ما طحنا هاد الكميه كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديالها ثقيل، فغادي نزيد شويه ديال الماء ونرجعها باش تطحن مزيان. الماء دائما على حساب اللي قلت لكم على حساب القوام اللي بغيتو. بعد ما خلطنا هاد العناصر كاملين كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو العصير كيجي القوام ديالو على هاد الشكل هذا. بالنسبه للقوام كتحكموا فيه كيف ما بغيتوا كيف ما قلت لكم، فانا غادي نكتفي بهذا القياس هذا. وبالنسبه للماء كيف ما شفتوا معايا فبقى لي واحد شويه من هذاك الاترو، غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نقدموا هكا في كؤوس وتشوفوا معايا الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا فهذا هو الشكل النهائي ديال العصير اللي حصلنا عليه، فكيجي واحد العصير اللي منعش لذيذ بزاف،
وخفيف كيف ما كتشوفوا معايا لافوكا بدون حليب. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو علينا الاعجاب ديالكم وتقدموه في الايام العاديه ديالكم وكذلك في شهر رمضان الكريم. واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه بحول الله. اكيد الى عجبكم المحتوى. نتمنى ان شاء الله نلقاكم فيديو قادم بحول الله. شكرا لكم على التتبع ديالكم وعلى التشجيعات الدائمه ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف. الى وصفه قادمه بحول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.